مصر حقيقي بلد كبير، بلد التاريخ، بلد الثقافة والفنون، بلد الميت مليون. 100 مليون جدع وابن بلد بيحبوا بلدهم وبيحبوا اللمة. بنحب اللمة زي عنينا، لدرجة إننا سايبين أرض الله الواسعة وعايشين كلنا في حتة قد كده، سايبين الشقة كلها وقاعدين في أوضة واحدة. بس لما متر الأرض يبقى شايل في القاهرة 50 مواطن، هنروح فين تاني؟ أنا أقول لكم هنروح فين. هنيجي هنا كلنا في العاصمة الإدارية الجديدة. لو جيتوا هنا وشفتوا اللي أنا شايفه هتعرفوا حجم الإنجاز وهتفتخروا. مفيش مصري ملوش مكان هنا. العاصمة الإدارية لما تكمل هتبقى من أكبر وأهم المدن في العالم، بجد مش ببالغ. بص على التصميم والتخطيط هتعرف في ظرف كام سنة المكان ده هيبقى شكله إيه. كل حاجة موجودة هنا. ما هي عاصمة، البرلمان المصري هيبقى هنا، الوزارات كلها هتتنقل هنا، المصالح الحكومية كمان هتبقى هنا، مجهزة بأحدث تكنولوجيا عشان مفيش حد يتعطل، السفارات كلها جاية هنا، البنوك، الشركات، الفنادق، النوادي، المطاعم، كل حاجة متخططة. كل مصري معمول حسابه، اللي بيشتغل، اللي عنده بيزنس، اللي لسه بيدرس. اللي بيبدأ حياة جديدة، اللي عايز حياة حلوة لأولاده هيلاقي البيت المناسب. هنا الحياة اللي كلنا بنحلم بيها. العاصمة الجديدة هتبدأ كبيرة، أكبر حديقة مركزية، والبرج الأيقوني أكبر برج في أفريقيا، مدينة رياضية أولمبية، أكبر الجامعات الدولية والمدارس هتفتح هنا. على فكرة اللي بتكلم فيه ده مش هياخد سنين. الناس هنا بتشتغل ليل نهار، ما بيناموش، ومصدقين في اللي بيعملوه وفخورين بيه كمان. مراحل كتير هتبقى جاهزة للتسليم في خلال شهور. هتقول لي بس دي لسه عليها. هقول لك أكبر مدن في العالم النهاردة كانت في الأول إيه؟ وشوف بلدنا في زمن قياسي بنت إيه؟ مش معنى اننا بنبني عاصمة إدارية نفتخر بيها في المستقبل اننا ننسى تاريخنا. القاهرة الجميلة هتبقى اجمل وهتنور من تاني بكل شوارعها ومبانيها. ولما نبني عاصمة جديدة لازم نبني حاجة تليق بينا وتليق بمصر، لان مصر حقيقي كبير. قريب قوي العاصمة الإدارية هتنور بيكم.